أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح في لقاء مع وزير الخارجية خالد اليماني على تعاطي الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية بإيجابية مع خيارات السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث وبما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى الجولات التي خاضتها الشرعية في سبيل إحلال السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22/16 والضامنة لأمن اليمن وسلام المنطقة. واستمع نائب الرئيس إلى نتائج زيارات وزير الخارجية والجهود المبذولة في تفعيل دور البعثات الدبلوماسية منوها إلى ضرورة مضاعفة الجهود وإيصال صوت المواطن اليمني الذي يتجرع الويلات بفعل انقلاب ميليشيا الحوثي ورفضها فرص السلام المختلفة. عقد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اجتماعا ضم مستشاري رئيس الجمهورية وبحضور وزير الخارجية خالد اليماني. وكرس الاجتماع الذي عقد في ظل توجيه الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية للوقوف على آخر التطورات والمستجدات التي تشهدها بلادنا على الصعيدين الميداني والسياسي وتدارس الاجتماع مختلف القضايا على الساحة الوطنية وفي المقدمة منها ما يسطره أبطال الجيش الوطني وأحرار اليمن بدعم الأشقاء في التحالف من انتصارات كبيرة في مختلف الجبهات في سبيل استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب. ونقل نائب رئيس الجمهورية تحية الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يتابع بشكل مستمر مختلف الأوضاع. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبد الله النخعي لمناقشة المستجدات الميدانية وتطورات وجهود بناء الجيش. ونوه نائب الرئيس إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا وتوجيهات لفخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا الخصوص وضرورة تلافي القصور وإصلاح الاختلالات وتعزيز الإيجابيات والاستفادة من دعم الأشقاء والأصدقاء بما يحرز انتصارات ميدانية ويؤسس لبناء جيش احترافي ومهني على أسس أهداف وطنية. وأكد على ضرورة تضافر الجهود والعمل بمسؤولية وحرص بما يحقق الانتصار لأهداف الثورة ولمعاناة اليمنيين وتضحيات أبطال الجيش معبرا عن الشكر والتقدير لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة أخوية في سبيل حماية اليمن وهويته. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للاطلاع على المستجدات وجهود السلام والموقف الثابت للشرعية نحوه. وعبر نائب الرئيس في اللقاء الذي حضره وزير الخارجية خالد اليماني عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل إحلال السلام الدائم مجددا التأكيد على الموقف الثابت للشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية نحو خيار السلام الدائم غير المنقوص والمستند على المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22/16. ونقل نائب الرئيس تحيات وتقدير رئيس الجمهورية للجميع مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي يعقد يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لتدارس سبل تعزيز فرص السلام وترتيبات أي جولة قادمة وموقف الشرعية الداعم لإجرائها مستعرضا عددا من القضايا والمواضيع الهامة والمرتبطة بعقد الجولة القادمة وتركيزها على جسور بناء الثقة لإثبات جدية ومصداقية الانقلابيين. ونوه إلى استمرار التعنت والتصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستمرار استهدافها للمدنيين وللأراضي السعودية وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة وزرع الألغام.
التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر لمناقشة المستجدات والجهود الحثيثة لإحلال السلام، وعبر نائب الرئيس في اللقاء عن التقدير للإدارة الأمريكية على موقفها الثابت تجاه اليمن وأمنه واستقراره ودعمها للشرعية والجهود المشاورات واستئناف العملية السياسية، منوهان إلى العلاقة القائمة بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المختلفة وفي مقدمتها مجال محاربة الإرهاب. وجدد التأكيد على إيجابية الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية نحو خيار السلام الدائم المبني على السلام ومرجعية المبادرة الخارجية والآتية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22/16 وضرورة أن تنصب جهود المشاورات تنفيذ خطوات بناء الثقة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 22/16. بحث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مع سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى بلادنا الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي التطورات السياسية والميدانية والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. ونوه نائب الرئيس خلال لقاء السفير الموقف الأخوي لدولة السودان الشقيقة ومشاركته الفاعلة ضمن دول التحالف الداعمة للشرعية وما قدمه أبطال القوات المسلحة السودانية من تضحية كبيرة في سبيل استعادة الشرعية اليمنية، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والضاربة في جذور التاريخ والتي عمدت بالدماء الزكية للأبطال على ترابنا الطاهر. وشكر نائب رئيس الجمهورية التسهيلة الكبيرة التي قدمتها وتقدمها جمهورية السودان الشقيقة للطلاب اليمنيين والمغتربين والنازحين، معبرا عن شكر وتقدير الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد الرب منصور هادي لكل ما يقدمه الأشقاء السودانيين لإخوانهم اليمنيين من دعم في محنتهم التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه محافظ محافظة المهرة راجح سعيد باكريت إلى المستجدات في المحافظة والمعالجات التي تمت لتجاوز آثار العاصفة المدارية لوبان. وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة معبرا عن التقدير للمساندة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود والتركيز على تلبية متطلبات المواطنين من مياه وكهرباء وصحة وتعليم وتوفير الأمن والاستقرار، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بتحسين الأوضاع في المحافظة. من جانب عبر محافظ المهرة عن تقدير الاهتمام القيادة السياسية مؤكدا استمرار الجهود بالاستفادة من دعم الأشقاء بما يخدم أمن المواطنين واستقرارهم وبناء وتنمية المحافظة. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا مايكل أرون لمناقشة المستجدات والجهود المبذولة لإحلال السلام الدائم. وأكد نائب الرئيس دعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية واستجابة الحكومة لجهود السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجة مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22/16 وبما يؤدي إلى سلام مستدام وينهي انقلاب ويستعيد الدولة اليمنية. وقال نائب الرئيس إن الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية تعتبر خيار السلام مبدأ أصيلا وجزءا لا يتجزأ منها، وتضع نصب أعينها مصلحة الشعب اليمني في كل القرارات، وتمنح ميليشيا الحوثي فرصة جديدة لتحكيم العقل والعودة إلى جادة الصواب وتقديم خدمة اليمن على خدمة إيران ومشاريعها التخريبية والتخلي عن همجيتها باستهداف الأشقاء وعدم الإضرار بمصالح الشعب مقابل أطماع وأوهام سلطوية لا مشروعة. استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين باسلامة إلى سير العمل في الوزارة والجهود المبذولة في تطوير العملية الأكاديمية. وأشاد نائب الرئيس خلال اللقاء بالجهود المبذولة مؤكدا على ضرورة إعطاء مزيدا من الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره ركيزة النهوض وتطور الأمم، كما أكد على توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم الجامعي وتطوير وتحسين أدائه الأكاديمي بما يساعد على إيجاد مخرجات كفؤة ومؤهلة قادرة على العمل والمنافسة والإبداع وفتح برامج الدراسة
المدرسات العليا في الجامعات اليمنية المستوفية للشروط للتخفيف من الضغط على الابتعاث وإتاحة الفرصة للراغبين في الالتحاق. وحث نائب الرئيس على ضرورة أن تولي الملحقية الثقافية بسفارة بلادنا في الخارج أولوية وأهمية كبيرة بالطلاب المبتعثين وحل مشاكلهم، وأن تقوم بمسؤوليتها في هذا الجانب بكل أمانة وإخلاص. استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح من محافظ محافظة حجة اللواء عبد الكريم السنيني للمستجدات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني بدعم من التحالف في جبهة المحافظة. وأشاد نائب رئيس الجمهورية من الانتصارات والإنجازات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة وتقدير القيادة السياسية بقيادة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتلك الانتصارات والتي كان آخرها الانتصارات في مثلث عاهم وتضييق الخناق على الميليشيات في مديرية حرب. وجدد نائب الرئيس تقديره للجهود المبذولة من قبل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما توليه من اهتمام ودعم في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وشدد نائب الرئيس خلال اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التواصل بمختلف المكونات في المحافظة للمشاركة في مساندة القوات الشرعية لتحرير ما تبقى من أجزاء المحافظة. أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة الاهتمام بمجالات التأهيل وتدريب لمنتسبي وحدات الجيش الوطني. استمع نائب رئيس الجمهورية من نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون تدريب اللواء الركن الصغير بن عزيز إلى تقرير موجز حول سير عمليات التدريب للعام القتالي الحالي وما تحقق في مجالات التدريب المختلفة وملامح خطط التدريب للعام المقبل. وشدد نائب الرئيس خلال لقائه نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون تدريب وتأهيل اللواء الركن الصغير بن عزيز على أن تتضمن خطط العام التدريبي القادم تعزيز قدرات منتسبي الجيش الوطني والارتقاء بها بما يلبي متطلبات معركة استعادة الدولة. ونوه نائب الرئيس لأن القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي تولي هذا الجانب أهمية كبيرة لتعزيز كفاءة الجيش الوطني وبناء قدراته بما يؤهله لخوض معركة استعادة الدولة بجدارة. من جانب عبر نائب رئيس الأركان لشؤون التدريب عن تقدير الاهتمام متابعة القيادة السياسية منوها إلى الخطط الخاصة بمضاعفة جهود مراكز التدريب والكليات والمنشآت التعليمية وتولي مهامها التدريبية. طلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على الجهود المبذولة في تفعيل مهام قوات خفر السواحل وحرس الحدود اليمنية والاستفادة من دعم وتعاون الأشقاء والأصدقاء في هذا الجانب. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة خفر السواحل اليمني العميد الركن خالد علي القملي وقائد قوات حرس الحدود اليمنية العميد الركن عبد الله محمد أبو حاتم للاطلاع على الجهود المبذولة في هذا الشأن. نقل لهما تحيات وتوجيهات الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تقضي بمضاعفة الجهد والعمل على تعزيز دورها هاتين الوحدتين. وأكد نائب رئيس الجمهورية في اللقاء في اهتمام الرئيس بتوفير متطلبات خفر السواحل وحرس الحدود لأهمية الدور الذي تلعبه هذه القوات في حماية أمن وسيادة اليمن ولما تلعبه من دور محوري في المساهمة في الأمن الإقليمي والدولي وحماية مصالح الأشقاء والأصدقاء. دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها على مدى 3 أيام وزارة الصحة العامة والسكان بشراكة مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وتستهدف عموم محافظات الجمهورية. وقام رئيس الوزراء بتدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال من العاصمة المؤقتة عدن بإعطاء جرعات من اللقاح ضد هذا المرض لمجموعة من الأطفال وذلك إذانا بانطلاق الحملة في عموم محافظات الجمهورية والتي تستهدف 5,535,816 طفلا و 3,554,042 منزلا وينفذ الحملة من منزل إلى منزل في جميع المرافق الصحية 2,650 فريقا ثابتا و 18,768 فريقا متحركا.
استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي والوفد المرافق لها. جرى خلال اللقاء بحث جهود ومشاريع الأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الماضية والوضع في مدينة الحديدة التي زارتها غراندي مع المبعوث الأممي الجمعة الماضية. وقال رئيس الوزراء أن الميليشيات الإنقلابية تسيطر على المدينة وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية وتحرمهم من المساعدات الإنسانية التي تبيعها في الأسواق للكسب المادي لإثراء قادتها وتمويل الحروب باسم المجهود الحربي. وحث الدكتور معين المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من العون للمتضررين في المحافظات التي تعاني وضعا إنسانيا جراء الحرب التي تشنها الميليشيات الإنقلابية على اليمنيين. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن الحكومة مستمرة في تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المنظمات الدولية والإقليمية للعمل في اليمن بما يسهم في إنقاذ الوضع الإنساني. وقال رئيس الوزراء خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن المديرة الإقليمية لأطباء بلا حدود كارولين سيجوين أن الحكومة تثمن الجهود الصحية لمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن وكل الجهود الصحية لمنظمة في عموم مدن ومحافظات البلاد، مشيرا إلى أن تلك الجهود كانت واحدة من العوامل التي حدت من انتشار الأوبئة. وأضاف أن الوضع الصحي في اليمن يشهد تحسنا رغم ما أحدثته الحرب من دمار كبير طال المستشفيات وعربات الإسعاف حيث تحولت بعض المنشآت الصحية لأهداف عسكرية لميليشيات الحوثي الإنقلابية. من جهة قدمت سيجيون شرحا تفصيليا عن طبيعة عمل المنظمة في اليمن وقالت أن المنظمة تعمل على تقديم الدعم المباشر للمستشفيات في عموم اليمن دون استثناء. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في مدينة عدن العاصمة المؤقتة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا سالم الغفلي. وفي بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء بالسفير الإماراتي مشيرا إلى العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين الشعبين اليمني والإماراتي وسبل تطويرها وتعزيزها وما يتم بذله من جهود مشتركة لدعم وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين. وأكد الدكتور معين على توطيد العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة والتي تعتبر نموذجا يحتذى به، وقال نطمح إلى المزيد من تقوية صلة الترابط الأخوي تعزيز ما يشهد التعاون المشترك بين البلدين من تقدم وتطور في كافة المجالات. وقدم رئيس الوزراء للسفير الإماراتي تهاني بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات الشقيقة والذي يصادف 2 ديسمبر المقبل، وعبر عن أمانه للإمارات حكومة وقيادة وشعبا مزيدا من التوفيق والتقدم والازدهار. اطلع نائب رئيس الوزراء سالم أحمد الخنبشي على استعدادات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لاستقبال المنحة السعودية لدعم محطة الكهرباء بالمحافظة. وفي الاجتماع الذي ضم نائب وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي والوكيل محمد العمودي القائم بعمل محافظة حضرموت وعدد من القيادات المدنية والعسكرية في حضرموت، شدد الخنبشي على تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الشحنات إلى محطات التوليد في جميع مديريات المحافظة ساحلا وواديا والمحافظة المجاورة بحسب النسبة المخصصة لها، وتذليل كافة الصعوبات أمام القائمين على البرنامج السعودي لضمان استمرارية المنحة، مقدما شكره لقيادة المملكة العربية السعودية على هذا الدعم السخي لتحسين أوضاع المواطنين في المحافظات المحررة. وأكد نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي أن كمية المحروقات المخصصة من المنحة والبرنامج المعد من قبل الأشقاء في المملكة لتزويد محطات توليد الكهرباء والتي تعتبر جزءا من برنامج الإعمار الشامل في اليمن الذي تتبناه المملكة العربية السعودية. استقبل وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في مطار عدن الدولي وفدا أممي رفيع المستوى برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلو مور وعضوية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد علي النسور ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا العبيد أحمد العبيد. وعبر الوزير عسكر خلال استقبال الوفد الأممي عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تخفيف من معاناة وآلام أبناء الشعب اليمني جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإنقلابية على الدولة والسلطة الشرعية وما تسببت به من أوضاع إنسانية
غاية في الصعوبة، ناهيك عن انتهاكات مستمرة ضد المدنيين والدمار الذي طال البنى التحتية. وأكد وزير حقوق الإنسان أن زيارة الفريق الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن تأتي في إطار بناء قدرات الآلية الوطنية والإطلاع على الأوضاع الإنسانية ووضع حقوق الإنسان وكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني. التقى وزير حقوق الإنسان محمد عسكر بعد الوفد الأممي برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو أغيلومور، رئيس الوفد الأممي وعضوية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد علي النسور، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد، الذي يزور اليمن حاليا في إطار بناء قدرة الآلية الوطنية والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان. وفي اللقاء استعرض عسكر أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والوضع الإنساني التي يعاني منها المواطن جراء انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية اليمنية منذ عام 2014 وما تمارسها من جرائم حرب ضد المدنيين من خلال القتل والاختطاف وتحويل المنشآت الخدمية لمعسكرات وتجنيد الأطفال واستخدامهم كدروع بشرية وزراعة الألغام. التقى وزير الثروة السمكية فهد كفاين بالعاصمة المؤقتة عدن عددا من رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الثروة السمكية، ناقش تقييم أداء القطاعات والإدارة العاملة في القطاع السمكي ومدى تعزيز دورها في المرحلة المقبلة. وخلال اللقاء الذي عقد بحضور وكيل وزارة الأسماك غازي أحمد وعبد الله، حتى وزير الثروة السمكية مدراء القطاعات بديوان الوزارة على ضرورة التنسيق المشترك بين كافة القطاعات وهيئة المصائد السمكية للعمل على تحقيق كافة الإجراءات الهادفة لمتابعة عملية الإنتاج والتصدير السمكي خلال المرحلة القادمة، مشيرا أن اللقاء الذي يعد الأول مع القيادات الذي تم تكليفهم من أجل العمل سويا للانطلاق في رسم الأفكار وتصميم برنامج مناسب للعمل المشترك لاختتام العام الحالي والبدء في العمل الجديد القادم وفقا لمقترحات ورؤى يتفق عليها الجميع، مؤكدا استعداد قيادة وزارة الثروة السمكية بتذليل كافة الصعوبات لما من شأن رفع الأداء بصورة أفضل مما كان عليه في العامين الماضيين.